dadkan oranaya waxba hadda maadan qaan gaarin weli waad yar tahay barasho lama gaarin imaam ahmed 16 jir buu riixle ku sameeyay 16 jir ayuu riixle ku sameeyay ka hor baqdaad oo caalimiinta oo dhan culimadu ay ku noolaayeen zamanka markuu cilmigi ka bartay buu riixle sameeynaa hatta magrib uu tagay yiraahdan ahmed ibn hanbal radiyallahu anhu warda sham buu tagay khurasan buu tagay madinatul munawwar buu tagay meel walba waa tagay idan waa juhayla taif al mansura dadka la yiraahdo firqa naajiya dadka noocaasa ee sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam hadiyay jar ku qowlaya ee tawxiidka ku qowlaya ilaahi subhana wa taala kaliya aabuda oranaya ilmiga u baraya dadka in ilaahi ku xidhan in ayagu isku xidhan u bari maayaan idan dadka noocaasa culimo maaha iska ilaaliya waxnaha ka baranina yayna qalbiga idin ka wasakhaynin dacaayaadkooda dhagjala loo siin maayo xaqqa waa la dacaayadeya nabi maxamed maxaa lagu oranay kaleey salaatu wasalaam shaair gaagabya majnuun waxa وضع حق بماها أساطير الأولين من اللورنش حقين شوك تاني ذكو ماها إذن قوغل إذن ديك مايس وضد أدمر إسان دك حام بالله إذن كود دادين وضحا الله إذن كود دادين سيدان حق وقاذن باطل كان لإذن لحين إيا إساق الله إذن قرحين إيا حق أردق النقلادة باطل كود دك أتكادة حق قرب سيا سلام كدب وحي نوبة لنسانين محاضرة أما موضوع عوان كيسوها فضل العلم علمك فضلك وليهي علم علمك فضلك وليهي وحل كوبي كرماها وحان سيسكود ديناون إنان ميثال لك بحنه إنه مقصد كينو يهي لتغريب المعاني إلى الأذهان ولا ليال كون كان إنو كتشرنو أما أدون كان ما أنت إنو تشوقنو ابن آدم كأكثر كيسو وحو بارا أو الراضية السعادة والشرف والرفعة وحي لو يقانو سعادة الدنيا آخرة قفك إنو وناكسنا دو شرف إنو يشو درجة سر إنو قارو قفك استو إنساننا يضرب طريقا أو أكثر سو ودد سعادة أو قاره وهو يسكت يا ودد عمر إلى هاين الراديو أما هل ودد وحكة بدن سو قاره سعادة وحين قر يا ددك فمستقل ومستكثر رادنت سعادة أما جوشة أما ليبانت إلا الرادين يمد يا رئيس يمد بتصلاة لكن قف كستو مسلمة هي قبر كستو مسلمة ذا طريق بيقاديان أما ودي دونيان إنا إمران لكن ودد السعادة ذا أما قوشة أما الليبانتة قل سالكه قل من يسالك أو قل من سالكه ودد ضدك قاديا ويريهين وأنا وددا أسرع طريق يوصل العبد إلى السعادة والشرف ورضوان الله تعالى وجناته وددا أيرته إلا قاضو لمرو وأوددا وجودك دكسين يهبضا إيجارسين إسادونك سعادة الدنيا شرفت جارسين إسا إلهي رالي إنو كنغدا جارسين إسا السلام مركان الجنة إلهي نهره وضد النوع عاس ولا ليال ليس حكرا على أحد وضد سقف وما احتكارنا قم قف وما حبسنا أشخاص قاروا أمجرته ومن الخلق كمذا بل هو لكل مسلم ومسلمة قف كستوم مسلمة أو لب يا قبر كستو مسلم هذا إنسي جنسي جن وحدونها هذا ووضع فرنوي وأنا وددك كلية سعادة الدنيا والآخرة لقو قاريو وددا سي هو ميراث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلام عليه ووددي يا دحلكي لقد دحل الأنبياء يا رسوشا
نبت جليا نحريس دشوا ذهاتو ودد سوقف كقاضة وهل يوم نصيب هذه أدوين ودد سوال ليال وطلب العلم الشرعي ودد سعادة الوهلية إردحل كي أنبياء الرسوش النقرية عدة مرتاية أيرتهاي وطلب العلم الشرعي علمك الشرعي إنه قفك الراديو وعلمك إلهي سبحانه وتعالى نبي أن محمد صلوات الله وسلام عليه وكسود جيي والاستزاد منه إين لزياد سد علمك وحان وقفلا قفك كفى بالعلم فضلا قفك علم إنه طلبه إنه برته إنه دانه وحا وقفلا فضلي أن الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى حصر إنه كوبي علمك أسفضلك أولي هاي الذين يخشونه في أهل العلم كو بقاء إلهي كبقاي إن يهندتك أهل العلم فقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحوري سبحانه وتعالى وحون الله كبقى أدومي سحال كمذي هاي العلماء إنما وأذات حصر تنفي الحكم عما قبلها وتثبت عما بعدها حصر أي سمين ساوحوية إلهي سبحانه وتعالى أمد كبغضاي وضدك أهل العلم ضدك أي إلهي كبغ سبحانه وتعالى ويكفي أهل العلم شرفا فضل فضيلة أهل العلم وحا غفلا فضل يا شرف أن الله سبحانه وتعالى إنو حريري شهادتهم مرخاتي قوضي مرخاتي إلهي سبحانه وتعالى إنو إلهي كحريري في أعظم مشهود وحل قمرك عكي قوينا ألا وهو توحيد الله جل وعلا مرخاتي علماء وحل قحريري مرخاتي إلهي سبحانه وتعالى لغم مركعي أما لغم مركعي الشيء لغم مركعكي قوينا وهو توحيد الله جل وعلا الله وحوري سبحانه وتعالى تايسه النوبة يا مني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلهي وحكم مركعي سبحانه وتعالى كون كان الله متيستي عبادة إلا هو عابدا إنو سنجن إلا هو إساق مويان إلهي وكما ركعتات سبحانه وتعالى والملائكة ملائكتين وحي كما رخاتك عين كون كان الله عبادة متيستي إنو سنجن إلا هو سبحانه وتعالى وأولو العلم علمك كوي صاحبك هانا أما وأولو العلم علمك كوي صاحبك هانا أيقنا الشهادة ذاس ويغمر خاتك عن كونكن أحد متيستي إن لغو عابده عبادة اللغو كليالون الله هاين إنو سنجرين وحيسك كسوهرين باطلين أيهين إلهي سبحانه وتعالى وحو كلا الصوعي أهل العلم ضدك علمك أهل كوا رجالا ونساء رقيا دمر با إيا ضدك كسو هري أن علمك أهل وهين واكل صاعي ميز الله بين أهل العلم وبين من سواهم ولكل صاعي إلهي ما نكل صاعي سبحانه وتعالى فقال جل وعلا
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فحال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحاتنا هذا هل يستوي الذين يعلمون ميي سمين ضدك وحقرانيا يا والذين لا يعلمون كوا وحقرانين ووحظوا واضحين السنين إلهي سبحانه وتعالى وحو تلمامي ضدك أهل العلم قد درجات سر إلهي نسيه سبحانه وتعالى الله وحده سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي وحكر قاضي ضدك علم أهل العلم قا إلهي الرمي سبحانه وتعالى درجات بإلهي كرق قاضي سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ضدك إيمانك لقيه لي إلهي الرمي سبحانه وتعالى نبي محمد الراعي إيه كوة أوتوا العلم علم قلسي إيمانك أهر كوة لسي وكل شران سيقار الله تلمامي شرفت أهل العلم إليها أوغيت والذين أوتوا العلم درجات بول الله سبحانه وتعالى درجات صريح ألقى درجنا نبي وحكو تلمامي صلوات الله وسلام عليه كما بين السماء والأرض سمد يعرك انت ردولك يعرك سمد انت ودح حيسا انت سيكو تلمامي مسافين تاليك وهدين اللغين لها شم بقلو سنة الله لغين لها ساس أيو الله سبحانه أيو نبينا عليه الصلاة والسلام أيو كت المامي ولذلك سدى أوجد أي سحابي وينا رضي الله عنه وأرضى عمر بن الخطاب وحول إن هذا القرآن إن هذا القرآن قرآن كان يرفع الله به قوما حديث مع يسوع صداها ويضع به آخرين قالنا كربه قاد يا قرآن كان قالنا هاسبو دقيا قرآن كان إلهي وحمركو كهد يوحر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كان يوحو هنونين يا وددي توسنيد بوددك كتوسين يا علمك الله برانا يا قرآن كان كوكا نقنا يا الله سبحانه وتعالى وحيس بربر كل سمائي نين قال أما قرق قال أي قرق مسلمين أي إلهي سبحانه وتعالى إسبربر كل سمائي مثل بون صوقات مثل آيضة وحمد الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم آيات سوى مثل عجيبة وهي مثل عجيبة كتها مؤمن يا كافر با مثل كان لقو كاني الله وحولي سبحانه وتعالى أمن قف يمشي سعنا يسويا نسقو سمن أمن قف يمشي سعنا مكبا وجه وجه سعنا بلا هدف طريق صحا انكو سعنن ودقل دن وريقيا ميل هيجادا مدحا لقليا أمن ميو لمديا يمشي سعونا يسويا ودصما على صراط انكو تاقن جد مستقيم توصا مسي النووي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كي عبد الله بن مسعود وحوري نبي صلوات الله والسلام عليه لا حسد إلا في اثنتين إلا في اثنين وقفك حاسدا وبمعنى غبطة كمشو شيء وقفك إلى هذا الله ياكسي مجره إلا الله بشي مويان رجل آتاه الله مالا لبضاس مذي وحوى يقف إلهي يسي مال سبحانه وتعالى فسلطه على هلكته في الخير وحا إلهي كدر مالك أوسيين وضد حقك بحيه
مدام مسلمين تمساكين تينو وحكترة إنو مساجد كرديسو إنو أمبدا مسلمين تا وحوي شرف تودي عز قاضي كرامة ضو كويل اليوم مدارس كرديسو وقفنا عكوس فيسن ورجل ويك كلنا آتاه الله الحكمة إلهي وسي علم وسي فهو يقضي علم جبضتك ككل حكمي ويعلمها وبريا حديث كاسي وحديث متفق عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري مسلم يوريان وحور النبي من يريد الله به خيرا وفق إلهي خير لضان يفقه في الدين دين تا يؤلف هنسيا حديث كأهل العلم كمركا يفسريان وحيد هذا مفهوم الحديث طيب أن من لم يريد الله به خيرا قفك إلهي هنا خير لدون لم يفقه في الدين إلهي الدين مفهنسيه وصدق الشاعر نكي قبياغا هان الرنبو الشيخ حين قال ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استدى أدلاء ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهل لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تجهل به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء نكا شاعرك قبيا وحوكوري فضل مجر عدله إلا لأهل العلم مبالغون فضلي وحاله ضدك أهل العلم قال إنهم على الهدى بود هنون بيكسقين لمن استهدى غفك كهنون طلبة أويد هذا حق النوشك أدلاء قوة سنية وحق عدين يوي ففز كوكو ليس بعلم إن هذا علم برت كوكو ليس ولا تجهل به أبدا علمك جاهلا كن قنن علمك جاهلا كن قنن فالناس موتى ضدك ويدمن أيام وأهل العلم أحياء أهل العلم قنا وضد أن دمن أينين ونال بورينك شاعرك وسي وذوحيري ووزن كل امرئ ما كان يحسنه غفك سميزان كيسو وحاو نقن يا وحاو وناجيي والجاهلون لأهل العلم أعداء ضدك جاهلين تا ضدك أهل العلم عدو بيويهن ما يجعله إذا وإن تكسفوا ذا قف أهل العلم أين النقطة الله سبحانه وتعالى وحوليه آيات قرآن أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عما إنما يتذكر أولو الألباب الله وحليه سبحانه وتعالى ميي سميهن ضف إلهي سبحانه وتعالى وحي قسود جيه قرانيا ورب حقي إنو كيمد قرانيا وكو عمل فريا إيه كمن هو أعمى متك إن دلان وحبب أغين إن دليل دقليب الله إله ذا إنما يتذكر أولو الألباب وحاوا سماء ضدك أصحاب العقول عقلك وصاحبك ضدك أياه وانسمم لله سبحانه وتعالى ولا لي العلم فضل جيسا وحي نكوبي كرنماها هدان انت علم فضل جيسا كدافو أنا إسنا علم قيمة أولي فضل جيسا كجرة وحانتابنا إن رحلاتك أي أهل العلم قو سمين ترين وهي سمين ترين وها علم قو قيمها أولية أولا الله حولي سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين مع اللوه لواية أمام يهذا كوح ضائفة كستا أما قبيلة كستا أما ضد كستا ميل دقن قالوا ما جهاد كي آذان قالوا ما علمك أي برتان
أرنكرين وحوها لما السببات بي آياتنا تلماما سبب نزول كذا ميت كميدا دان سو قالوا لمن كي منافقين تاية قالا دا النبقى يا صحابة دي سوحي كود للي عين چرين علمك يعني جهاد كي ورو ودا آدي چرين مركاسا وحي ودن چرين ما يكلا حدانو قارنا ريراها وصي هادا قارنا جهاد كادو إلهي آياتنا سودة جيه سبحانه وتعالى آياتنا وحي تسين إيسا إن ضدك قارنا أي جهاد كآذان قارنا أي الدعوة دي الدينة أي علمك إني برشد إيسا أي سميان وبالحقيقة وإن كدب ينطا سحابك وإن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه رحلة يسمين جري في طلب العلم وهو عمر رضي الله عنه إساق ينين يدري سهايين يتناوبان في طلب العلم علم يكون كالتمي جرين معنى مقالة المدينة ملك بحصن وعوالي المدينة لورين جربا يدقنائين دابا ديدنا ننم ما تصور داردح جرون نبقو علم يكا قادن أي ننم بيرتي يرير كوهر أي وطلب العلم ويرحل الله سمييوي مركا مدي بيرتو كوهر أي يرير كمنا علم يكو سودونان أي نبقى يكا قادن أي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحال لغو يري أرضو أدون كهل كهاتشوغي خضر ليلة دو أرضو الرحلة والسمية علمك صبر سورة الكهف وكيله وكقو الرمي وإذ قال موسى لفتاه الله أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ويلكي راي يوشع من النون أيوري نكان در نكاسان علمو دونانينا بدهو ماشي كو كلمان نكاتشوغا بدا معانيا بدا خراروا ليلي وحال ليلي بدا اوضا حيسا عربتا ايو ايران مالك اللولة المامين ويتران طلب العلم بسميني علمك فضل قولي الهي النبي محمد بوحكوري الهي ويديسين الهي علمك كو زياديو وقل رب زيدني علما وحا مهمة وآذي آد مهمة علمك رحلة الله سمعي وحوهي آذي آد بيقيم بضان تهي عمر بن الخطاب يا صحابك كلي الدرس كايا هايين لبا مصلحة ذوت أما لبا الرموت بيحصليين كو طلب العلم إن نبا مالين علمك صبرته ثانيا يعني وحوهي مصلحة وحوهي الأهل والمزرعة مركان فيجتمعان بين مصلحة طلب العلم وبين القيام على الأموال علمك أقومي ديسي برشا ديسي إيا مالك إلالي تي لبضا واسكو درسدين ولا ليال أسباب تغويني إيا كل قاجنيس صحابة دي إيا تابعين تبا لعلماء السلف مركا لولا علماء السلف وعلماء دائما تاوي في الرحلة إن سفر قلان طلب العلم أي سفر قلان وهي هاي جمع الحديث حديث كإن جمعيان وهي قرآنكم مجموع معلومة بها وغرور سنا وأنا لي قاني ولا حاجة إلى الرحلة لجمعه ولا حاجة إلى الرحلة لجمعه وهباهي الله قبي متشره إن قرآنك الله سفره معنى أرور تيسا لكن حديثك كان وحوها قد تفرق في البلدان بتفرق الصحابة ما دام الصحابة ذي أدوم بذك لتقين لابد وحاك نقطين لابد وحاك نقطين لو صفر سي حديثك لا أروريه بل كانوا يرحلون في الحد في طلب الحديث لأجل علو السند سندك وحلوقي بحدثنا فلان حدثنا فلان عالي يا نازل بالله هذا سند بس سندك كثير يري هاي الرسول كوجد ويا عالي بالله هذا ولذلك صدا وجد بأيجو هلي كر الشيخ حافظوا للشوقة إنه الشيخ حديث كا أي الشيخ كيسي أي آدي جيران وسفر جيران أو مركي مغلان من حديث كم مغلان وحيران جيران من حدثك حديث كا يا كوشة جاي مركاسا وحوران جري قال فلان
وحقيت جوجا بالكوفة ثم سافر إلى فلان الكوفة فلان كوفة جوجي أيو أسفر جري ليكون سلده أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين رحلة كانوا على الرأس أيقا مضحوها الذين يرحلون في سماع الحديث وهي صفر دير وقلي جرين صحين وقادين جرين حديثك إني أروريان وها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه جابر وحو وصفر هالحديث بال وحانا وآذي الشام صحابي قل له رجري عبد الله بن أنيس في حديث واحد هالحديث كما أخرج البخاري في الأدب المفرد ولبا أدب المفرد كباب كالليلة باب المعانقة أي كسو صار يا جابر رضي الله عنه وارضاه وحلوش وحود وحايسو قاري صحابي صحابة النبي كميدا طيب إنو حديث هايو هذا حديث كان رق عن صحابين والتابعين أيام مدينية ماله وجوغي كوهيي معوسة من مركة الرتبو يبسدي من أجل الرحلة صفرين وكوكالو ديارة مجرين مجرين قاري مجرين ثم شددت رحلي رحلي راركي قبان حين حين ديبون ضبا ديادنا وان سعودي بود حقيس شهرا بالبسي سعودي حتى الشام شام إلى وكجاري فإذا عبد الله بن أنيس باب هل كاتشو قوانيك وصحابي قدوني إنو حديثك كقرطو دابا دانا وهم كوري البابك قريق عبد الله بن أنيس نكي جوغي وعاد كتير هذا جابر على الباب جابر الباب كتاقي هاي والله شاقي عبد الله بن أنيس باوحو يلوو قرتي ابن عبد الله ميا معنى جابر بويري أبيه مشيقي ابن عبد الله ميا مركزان يها وصوب حي ورد مركز معانقة عن معانقة ده وحالي را قورتا الله يصداف صدا الله يراه ده قورتا نصداف صنعي دبا ديدنا محاد عاي بويري مركز ويري حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاس أيام كوغي ميد بويري وحانا كبا قيبوري أن أموتا إن أنت أو تموتا دمتو قبل أن أسمع إنت أنا مقل كور فقال وحوري مرك حديث كي وقرأ وحوري وحان مقلي عبد الله بن أنيس بحديث كدادهين إياه يقول سوغو النبي قول إياه يحشر الله الناس إلهي سبحانه وتعالى ضدك سوغ كل من دون يوم القيامة عراتا غرلا إلى آخر الحديث بركة هلك حديث وحوقو صفري بلا يوقو صفري حديث كان الألباني رحمة الله عليه حدث حسن بكرق إياه وحديث حسنة أحاديث رحلة الله سمعي الله صفري أيونا كميدي حديث كني وحاجرتا تابعي قلورنجري الشعبي عامر بن شرحبيل أيا وحكورين يا أبي بريدة أبي بريدة أنا وحكورين يا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري أنا نبي وحكورين يا صلوات الله والسلام على حديث وهنا حديث كاسي ثلاثة يؤتون أجره مرتين يعني أما الرواية كلي صدح قلو أجر قوضة واللسين يا لبتشير باللسين يا عبد مملوك أدون لليه حق إلهي كلها كصوبحي سيد في سوحة قولا كصوبحي أجر قال لما تشرب الله سينا يا نكك لنا وحوينين أهل كتابة أو آمن بالنبي نبي قيسير رميي نبي محمد الرمي صلوات الله وسلام عليه وحول النبي قو آمن بالنبي وآمن بي نبي قيسير رمي حل قيسي أنا قني الرميي طيب رجل كاس وحولها أدون تيبو إدبيي أدب تيبو وناجيي وحرييي كدبنا قرصدي حديث كعامر مكووري وحرنجري خذها بغير شيء حديث كان شيء لآن قاضو خذها طيب حديث كان قاضب وخذ هذا الحديث مجانا بلاش قاضو فقد كان
الرجل يرحل في مثلها نبا وحوها إساقو كلينو أصفرو إلى المدينة، يعني من الكوفة إلى المدينة من أجل حديث واحد. ركبا كوفين تكي مهدان مدينة هلك حديث بيقاذين. فهذا هو التابع الجليل تابعي وين أبو العالية وعود أبو العالية وحنوهين كوين مقلى الرواية رواية أنه مغلي جرنا حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صحابة ديسة بالبصرة جوغة، يعني وحنا لورين جري صحابي بصرة جوغة أي حديث ورينيا. فلم نرضى ما نان راضي نقنين حتى ركبنا إلى المدينة. طيب إلى أن المدينة معنا وحوري صحابي تابعي قاسي وحنا مغلي جرني رواية حديث لو ورين أيوه صحابة الرسول كلقوا ورين أيوه أنقوا بسرجوقنا، لكن صحابة داس حديث كامين أيوه نوشيقين إذا كانوا كما غليبا نوشيقين إذا كامان نقرر لنقرين حتى أن قادرين أنت أن نكفو الله أن بسرك تقنو أن مدينة أن تقنو أن نكسو مقالو أفكو ذا صحابة أن نكسو قادنو. هذا الكاس حديث هذا الكاس وحكي لا الجامع لأخلاق الرواية مجلد اللبات صفحة اللبات بقول لباتين يليح أيكي لا مالك إمام الدار الهجرة رحمة الله عليه وهو كم غليب يحيى بن سعيد يحيى نوحو كوري سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وحو وحانها متصفر قلة أيانها. طيب أرحل الأيام والليالي ما المئيها بأنه أيان سفر قلي تري في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد هل حديث أو كليا أيان ما المئيها بأنه سفر قلي تري. هذا الكاسي وحا قرية أما وكيا لا تهذيب الأسماء واللقاذ للنووي رحمه الله تعالى. وها هو الشعبي عامر بن الشرحبيل وعروان بحي وركوفان كبحي مدينان آذي في ثلاثة أحاديث سد حديث أو لا يشيغي إن مدينة لقهلو أيان آذي وحوري سببتانو آذي وحيا هيدبوير لعلي ألقى إن لكل من رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أدد يقان ويتوغي ميشو تشوغي، لكن سببتانو قصفريي إن كوفو قتقين مدينة وآذيي إن سد حدا حديث الدون أي مقصد كيقوحوها وحال لقيابا إن أن مقله أما أن لكلمه رجل نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكلمي أو من أصحاب محمد كمذا صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكاس وحقريا الكتاب كتاب كالليل هذا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الرام هرمزي صفحة الله بابق الله باتني اللي حيكو قرنيه إمام أحمد كليه رحلو يكو سميه هدان سوق هذا نياك قيون كرا إمام أهل السنة حديث كايو طلبي رحلو سميه إساقو اللي هي تمنجرة وهو كبحي عراق وكبحي بغداد كوفا أيو آذي في أول سفره سفر كيسوقه الرئي وأبحي وهو بحي بصرة أيو آذي هذا نوح آذي سفيان بن عيينة وعالمها زمن كيسي ومكجوغي وهي أول سنة حج فيها سنة دي والرئي وحجي بيها علمك سيدا اللو سمين أيي إيسان لو برن أيي الرفات كان لو مري دادان وحبادن قرن أي نبا أرضي دا تشويش كفرة وحي دهدان قرآن كبرت علمك يعني وحوية انقار وحوات كو ورير إيساني ما توحيد كان لغو وريرا وحي وجهدان وعقيدة عقيدة اتباع محمد با لغو وريرا وانا وحي أوقيهين إني كل إحسيهين قف نبي محمد طريقي سي أن كسقنايني توحيد من مغلي كرو أحاديث الرسول كان من مغلي كرو وهي سقين لتكو يهين وحو وضعين وباطل يهبي أوقيهين إذا ضدك النوع عاصة وقطاع الطرق
قطاع الطرق هذا ما قشوا وضدك ودوينك قوستوي أرضي ذا وحبرانيس ضدك أرانيا وحبا هذا ماذا قان قارين ولي واضيرتهاي بارشل لما قارين إمام أحمد لحية تمنجر بالرحلة كسمي لحية تمنجر أي الرحلة كسمي كهر بغداد عالمين تورن علماء أي كرنا لا ينزبنك مركو علمك كبرتي بالرحلة السمينة يا حتى مغرب تقبل هذا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه شام بوتقي خراسان بوتقي مدينة المنور بوتقي مال والبواتقي إذن وجهيلاء حتى يعني جهلين ورمي جهيلاء وحوين ضدك علمك كوري ساقية إما داري صورانية وحوين عقيدة لقومة ديكي كرو سنة دي النبي قال لقومة ديكي كرو محال لقومة ديكي فقهي فقهي قاني محوياه سنة دي قرآن كوهي اللي فهمي ميين أنا هاي ما هذا الفقهي ابن آدم فهم كيوي أي قرآن أتكى لكن القرآن هو فدودية حديث الرسول هو فدودية إذن دك جلقه سننا وحو ينقف الله قفك علمك ضدك قارهان أهل السنة وحكبرت أهل البدع إسكا إلالية ضدك كارمرده يدين ترأي أذيكو تكتغل كورونا يا كارمرده دك حقات إسكا إلالية أهل البدع النوع عاسو كلا إسكا إلالية إلهي كحر نادا طريقة دوحة نيسا كي نبي محمد هالنقضة عدات كقاضة نيسا ناصرت محمد بن سيرين قاعدة هايذين نقضة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قاعدة دا مهم كإلالية غفن أهل السنة نهي سيقود مكة ليرا أهل السنة عامهان وحال إلى الشيعة إيوه مسلمين تا سيقود لبدا صلى الله قيبيهم يعني وحن أهل السنة أن شيعاين أهل السنة ولا إلى هذا سخاصة سلفيين تلو إلى هذا الطائفة المنصورة ضدك إلى هذا ضدك إلى هذا الفرقة الناجية وأنا ضدك النوع عاصة السنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يجر كو قولية توحيدك كو قولية إلهي سبحانه وتعالى كالي عابد أورانية علمك أبرايا ضدك إن إلهي كحران إن أيوز كحران أبري مايان إذن ضدك النوع عاصة علماء معها إسكاي العالية وحناها كبرننا يين قلبك إذن كوسخين دعايات كوذا نجل الله سين مايو حق والا دعاية ذي نبي محمد محمد قرن عليه الصلاة والسلام شاعر قاقب يا مجنون وحوض حق بماها أساطير الأولين مونا لورنشر حقيت شوك تاني ذكو ماها إذن نجو قل إذن ديك مايسو وددات برايسان دك حامبا لإذن كود دادن قد حال إذن كود دادن سيدن حق وقاذنين بعض الكال ليدين لحين ايا إساق الله يدين قرحين ايا حق أردغ النقلادة بعض الكردغ أتكادة حق قرب سيئة طيب شعب مركة رحمه الله تعالى ساسو دقن كيسا أيوها إمامك إمام أحمد رحمه الله تعالى واحد عذي مال مال ماها كميدا وحا سفر صوضة قال إساق أيوه ابن معين طيب أن يحيى بن معين أي سفر صوّد الجلس خذ بقية هاين سفر كمرك حرم كيمدين وهاي كل سعدين عبد الرزاق السنعاني أو يمن شوقة وهاي كل من عبد الرزاق السنعاني أو يمن حج كسو آذي أيجو كل سعدين أم كم ريا هل كي بالقول كل مي يحيى بن معين بأوحد إمام أحمدو حاجة ذنية ضنتين وينو هينا نكان نقول يمن إن علمك أودوننا إني واكن إلهي بالك نقول كلامك قرآن حديثه ما يبغي بغداد محن وبصابحني نية ذنو معايا إنما الأعمال بالنيات صنعينا نقول تجنو إن علمك كقصو قرآنه كاس يوها طيب بالمقصد كأنت سيد ولي أنتو يعني فير أذوق آدي عاد أي عجيب وها يعني هدف كيسة إمام أحمد رحمه الله تعالى انتابوا الدعوة يديد حبسية وقالك زمن كي نكي لورنجر الواثق عباسيين تي كي كلا لورنجر مامون كي كلا لورنجر بلايضة هاي كلا الواثقي ماموني معتصمي الواثقي إلى ومرنا والحري شري
حتى مرر بالقودن شري هواي راته واحد شيء كرتان مجرد نمر رحلة وسوي سمي إمام محمد وأذان كوي مدبويري دوا ده نمر كاسير الله إمام وقالينا واحد جاء محينو سمينا وحل جاي شرتي فتنة دي حميد أي جهمية أي كائن القرآن مخلوق حل جاس الرقي قعان تقول في تيبوها قاشان كديدي القرآن كوا كلام الله رق بدن با حبسي اللي جبوا هي رق بدن با للاي إساقوا الرقي اللي حديبوا حسنة دي اللي حبلاد بمرحدنا والسود داي مالتي دماء وحالي الواثق باكو ياريا دابا دان دو حولي لها يو أنيقا إيا نيكا هايس كايتو سين ماشي هدو تغي صور دي تيبو تغي مركا صدح دان إنها صدح بار قبايا هاي معتصم إيو محوان مأمون إيو الواثق مركا صدح دا سدين تيبو واحا قبصد المتوكل لين لورين شري نيكا سا دكن كردقي مجه منهج كي حماء قرآن كوا مخلوق نيكا سا عكت مريي علماء أهل السنة هنا إساقا قرب إساقاي ضبا ذا إمام أحمد وقري قيسا وحبس الجبر كجرة أيا واحد هذه قصة أنا قصة قبقبين إن شاء الله شاقي قال عبد الرحمن أوفر دي آي أيا وحو يري رحلة سوى سمي علمي بان قصة دونتي ورلي مكا وقليه محان سمي يا مركز وحو يري دقيسو هل أرين هداد سميسو وان كور دقيا oo wixii aad garabtay waan ku qoraya laakiin si kale kuuma dhigi karo inta darro xuno liita soo qaadato oo aad guriga albaabka maareeytay timaado ana miskiin unde ana miski adwar sheekhi danaay reelada soo simay ana miski albaabka garaco ana miskiin markaas aanu ka fura dawa miskiin oo tuksanaya sooma marka gudaha uu galo qoranaya waxaan ku soo gabagabeynayaa حافظ كيسنا عالم كي السلفي المصري رحمة الله عليه أفرطن صنو مونا نرقب لين مساجك محراب كيس مصر كي يالا منبر كيبال كنينيني من أرضا مونا نرقب أفرطن كاسنا مركو هل كافر دي أي أيو هل كاسفر كالقلي دوذان دو سفر وحوق لخراسان دمير بو وتوكو سفرا خراسان علماء دي جوغوحي لا يقدر مركو كسوق آخر سي أيو حلوشك شيخ عالم وحوقا عمل لها أبو العلي البرداني لورنجري خراسان بكسر تقو بغداد بو يمد مركو او يمد شاقا سلفي وفريسان كريواي سالكو نولكا كفريسان كريواي دين عدين عبو سيحد سواتو محايا هايد فرس كاين دمير كاواتر نوغر تيسي با سالكا مرحسي بحال لورنجري عورتو مركا اي وقربا بيالسو ماي داي دبادي با مرحو داي يعني فاي واحا اللو حيساقا ديگان واواي كتبنا دي واي شاكو عمل بولها مركز ويحد وبسير هذا الكلو أربل أيجن أيجا أصف عن ما هو فريسيت أيجن محوها دي شاك أقول ساكو قيد أكبر وهذا الله كان وحو حلقة برتبا ما رنك وضيع وحد الشاك سفر بان صوت قليو دبضا يمود حضي مركز إذا أقول دبضا سلك بريد أنا كفريسين كريم أحاديثي ودوني مركو كقرتي أيها أبو العلي البرداني وحر بالواحد حقها كسو قرتين أنا يقر علمك هورت أساسا رحلة اللوغو سمين شري فضلك علمك وحل كوبي كرماه وحابا إذن كوفلهم إثلان با طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمها كدرين وضعيف انتازيه طلب العلم فريضة على كل مسلم جزاكم الله خير وأحسن الله إليك وبارك الله وحينو إن شاء الله تعالى اسكو قبابينينا علمك برا الشديسة ضدك اللقاء برانا يانا وإن النقدان ضدك أهل السنة اللي يدعهدو يين ضدك إسكاكها قلدمي بارك الله فيكم السلفيون وإن أتكبرتان أهل السنة والأثر أهل الأثر أهل الحديث لقب كاسور لقب يضع إسكاي أيها إسكالي أهل الأثر أهل السنة أهل الحديث الطائفة المنصورة السلفيون الفرقة الناجية واللقب يضع أيها إسكالي ضدك كلاوي هذي شيكتان ده وحي قال يا ونقبي وكل يدعي وصلا بالليلة والليلة لا تقر لهم بذاك قبر ليلة ليلة وهذا قروح بدن بيجرتون نول بوحوران شري أنا جاي راح يسا أنا يجعش والله تقال لا ليلة مقاصة جعلاتي وحبك ما تيران وحكت تيران ما تيران بين هذان سيد أوجد أحبتي في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير انت أسأم بعندين قرتي موضوع وبلاري هاي والله أعلم وأحكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.